فده انا عايزه الكابتن ماهر همام ينصح دفاع الاهلي واحنا يعني مقبلين على البطوله الافريقيه، تنصح دفاع الاهلي بايه؟ هو يعني النصائح تملي. قبل حضرتك معلش معانا طبعا حد كمان من الانتاج الحربي، حضرتك لسه بتتكلم معانا سياده اللواء اشرف عامر. اشرف عامر رئيس النادي. مساء الخير يا سياده اللواء، ازاي حضرتك؟ رئيس النادي. اهلا كابتن هاني. رئيس طبعا الانتاج الحربي، ربنا يخليك. كابتن ماهر ومنورين الدنيا يا سياده اللواء. اهلا بيك يا فندم، سهرناك يا سياده اللواء، معلش. لا طبعا كلنا طبعا بنقول دايما المؤسسه العسكريه ودايما فرق المؤسسه العسكريه ذات طلائع الجيش والانتاج الحربي دايما بيتعاملوا باحترافيه شديده جدا، ودايما بيكون النظام والالتزام هو سمه من سمات هذه الفرق على مستوى كبير جدا. شايفين الانتاج الحربي ما شاء الله ماشي بشكل جيد جدا في الفتره الاخيره، وكابتن ماهر همام كمان بيمسك قطاع مهم جدا في الانتاج الحربي هو قطاع الناشئين. والله الحمد لله طبعا احنا يعني من حسن حظنا ان احنا طبعا معانا المدير الفني الكابتن مختار مختار في الفريق الاول، وكابتن ماهر همام في قطاع الناشئين، فده بالنسبه لنا مكسب كبير جدا. طبعا الاثنين اعلام من مدرسه الاهلي المحترمه اللي احنا دايما بنتمسك بيها وبنحذى حذوها دايما في شغلنا، وده بيدلنا طبعا يعني اسبقيه في حاجات كتير جدا جدا. في الناس دول برضو المبادئ اللي اتعلموها في النادي والاخلاق اللي اتعلموها في النادي برضو بينقلوها بدورهم في عندنا في الانتاج الحربي، وده شيء كويس جدا بنحمد ربنا عليه طبعا. اكيد يا فندم. واتفضلي. لا لا اتفضل. السؤال يعني هاخد من كلام حضرتك، ودايما بنتكلم ان مهم جدا ان المدير الفني لقطاع الناشئين اللي بيربي الاجيال الجديده، الاجيال اللي طالعه، حضرتك بتعتمد على نجم كبير على المستوى، خلينا نتكلم على المستوى الاخلاقي، الناس كلها بتجمع انه على المستوى الاخلاقي كان رائع، وحتى على المستوى الفني، فده مهم كمان ان يكون النماذج دي موجوده مش بس في الفريق الاول كابتن مختار مختار، لا انت كمان بتعلم اجيال وبتحط قيمه كبيره جدا ورمز من رموز الرياضه الكابتن ماهر همام في موقع مهم جدا. بالتاكيد طبعا، والكابتن ماهر والله يعني عامل شغل هايل جدا رائع جدا جدا، كان من نتيجته ان احنا النهارده الفريق الاول احنا مصعدين ثلاثه ناشئين وفي كمان خمسه، يعني تقريبا في ثمانيه ناشئين من نتائج اعمال الكابتن ماهر والكابتن عادل وقطاع الناشئين. ده نتيجه العمل المحترم اللي هم بيقولوا بيه عندنا في القطاع على فكره يعني. وده انا 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 بعتبره مكسب كبير ان انا من قطاع الناشئين يبقى عندي النهارده ثلاثه من الدفاع يا سياده اللواء، ولا في مراكز ثانيه؟ لا والله في كل المراكز والله، بس حاليا دلوقتي في عندي في قلب الهجوم في شيكا وفي الزنبي، في ثلاثه حاليا يعني، في واحد انا لاعب، واحد في الديفندر، وفي واحد براس حربه، انما في عندي في المساك وعندي باك رايت. انا كابتن ماهر من الحقيقه يعني مصعد لنا حوالي ست او سبع لعيبه، حاجه هايله جدا جدا يعني، بس طبعا يمكن ضغط المباريات في الدور الثاني بعد كورونا مش مدي فرصه حتى المدير الفني ان هو يقدر يشتغل اكثر من لاعب يعني، انما لو احنا في ظروف عاديه كان معظم الناس دي خدوا فرصه. انما ان شاء الله املنا باذن الله في السيزون الجاي باذن الله هتلاقوا ان شاء الله من بشاير نتائج الكابتن ماهر هتبدا تبان في الانتاج الحربي ان شاء الله. يمكن ظهرت في الموسم ده عبد الله شيكا يعني بيلعب اساس تقريبا دلوقتي، وفي فاضل في راس حربه، وفي الليمبي ولد جيد قوي برضه بيقدر كويس جدا، فان شاء الله دول هيبقوا اسماء ان شاء الله هتبدا تطلع للنور الفتره الجايه باذن الله. في ظل الطموحات دي يا سياده اللواء، هل في اهداف او نيه من انه الانتاج الحربي يشارك على المستوى القاري في الفتره اللي جايه؟ والله طبعا احنا نطمح كده ونعمل من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا يعني يبقى طموحنا في المربع بعد كده عشان نقدر وخاصه قدمتوا مستوى كويس قوي يعني يمكن الموسم ده في الدوري. عارف يا استاذ سلام، والله احنا كنا ماشيين مستوى كويس قوي لولا بس موضوع ازمه كورونا اللي جاتنا في الدوري. صحيح، قضت علينا كلنا يا سياده اللواء. احنا ما عملناش اعداد يعني الفتره اللي خدناها بعد ما رجع النشاط لحد ماتش الاف سي مصر، الناس كلها كانت عايزه البيت عشان العز بتاع كورونا. وعدد الاصابات كمان كان كبير جدا، من اكبر الانديه اللي كان عندها عدد اصابات يمكن 18 حاله وانك
طبعا وما عملناش ولا ماتش ودي غير قبل ماتش الاهلي ماتشين ودي كده حاجه سريعه يعني ما لا تكفي ان انا ادي فريق ان هو يقدر ينافس ويكمل يعني في وقت انما لولا كده احنا كنا النهارده الحمد لله كنا في مكان كويس بس الحمد لله يعني نعمل ان شاء الله الفتره الجايه يبقى الامور احسن والامور تبقى يعني افضل من الفتره اللي فاتت وان شاء الله برضو املنا باذن الله البراعم اللي طالعين عندنا الناشئين طالعين عندنا الفريق الاول هيبقوا ان شاء الله برضو مكسب جدا ان شاء الله للانتاج الحالي. وبعدين يا سياده لواء كمان فكره تغيير المدربين اللي احنا كل يوم والتاني بنسمع عن تغيير المدرب لا اللي جري لا اللي هرب لا اللي راح لا اللي رجع الحقيقه الانتاج الحربي وفكره تمسكه بكابتن مختار ده اكيد عامل مش مساعد ده عامل اساسي في انه الفريق يستقر بشكل كبير دي نقطه اساسيه افتكر. مع حضرتك كل حق طبعا انا برضو احنا شايفين ان الكابتن مختار يعني بيبذل مجهود غير طبيعي الراجل عامل اللي عليه دي حقيقه اذا وانا دايما لما بقعد معاهم كلهم يعني سواء مع اللعيبه ومع الجهاز بقول لهم يا جماعه اطراف المنظومه ثلاثه الاداره الجهاز اللعيبه احنا بنقعد مع بعض احنا ثلاثه كل واحد يقول دوره ايه الخلل عنده انا كاداره لو عندي حاجه قولوا لي جهاز لو في حاجه قولوا لو ما فيش يبقى المشكله في اللعيبه فانا النهارده انا شايف ان الجهاز ممتاز جدا الجهاز بيشتغل عامل اللي عليه وممكن ما يكونش في بعض التوفيق شويه لا نقعد مع بعض ونشوف التوفيق ده عايز بعض التوفيق ده ايه ونقدر نستعرض نصوب الامور وندي برضه للجهاز فرصه انه يكون مستقر نفسيا وعنده هدوء يعرف يفكر كويس يعرف يشتغل فاحنا يعني الحمد لله يعني الكابتن مختار معانا الحمد لله يعني ده السنه الرابعه على التوالي ربنا يا رب ان شاء الله يكملها على خير ونعدي الفتره اللي اصطلحنا فيها ديت وان شاء الله يبقى الامور احسن احنا بنتمسك بالجهاز لما بنشوف ان الجهاز عامل اللي عليه ده شيء يحترم جدا وده شيء يعني مش غريب على الاداره العسكريه وفرق يعني اللي بتتسم بالالتزام التام والاستقرار كمان فحضرتك وانت معانا كمان انت بتشتغل في الحاضر وكمان بتحضر للمستقبل فتقول ايه طبعا للمستقبل واللي بيحضر للمستقبل وده كمان مهم جدا الكابتن ماهر همام والله طبعا انا طبعا يعني رغم الضغوط اللي احنا بنشتغل فيها ورغم برضه الامكانيات اللي لحد ما برضه مش كبيره بس برضه بشتغل امكانيات محدوده الا ان انا برضه باصين للفريق الاول وفي نفس الوقت عندنا نظره مستقبليه لقطاع الناشئين يمكن كابتن ماهر انا برضه قعدت مع كابتن ماهر في بدايه الموسم وكابتن عادل وعملنا فريق الامل ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه والنهارده بيتولى الاشراف عليه محمد جوده ده مهم ده مهم جدا مهم جدا معاه جهاز محترم جدا حلو قوي ان شاء الله يعني ما هو ميكس ما بين 99 و 2001 2001 ان شاء الله باذن الله تحت اشراف كابتن ماهر اشراف مباشر للكابتن ماهر برضه عليه فده ان شاء الله نظره مستقبليه باذن الله هيبقى ده فرقه كويسه تحت فريق اول هتمدنا ان شاء الله برضه بعناصر كويسه طبعا تعمل لنا برضه اريحيه شويه في التعاقد مع اللعيبه انا عارف حضرتك النهارده الارقام بتكون مبالغ فيها جدا وانا كنادي ما عنديش الامكانيه ان انا اتجاوب مع هذه الاسعار المبالغ فيها وبالتالي لما يبقى عندي تحت الفريق الاول عندي فرقه كويسه بتمديني بعض العناصر دي اكيد هتريحني في الامكانيات البسيطه اللي بشتغل بيها. ده ان شاء الله. احنا سياده اللواء لما عرضنا على حضرتك الاستراتيجيه انت حضرتك مشكورا يعني وافقت اشتغلنا مع عرضت على سياده اللواء ان احنا نشتغل بنظام الكيف مش بالكم يعني مظبوط يعني انا عايز اشتغل بالحاجات اللي هي ممكن تساعدني خلال صحيح. سنه سنتين تبقى بديل للفريق الاول صحيح ست اللي هو بيساعدنا بصراحه بشكل كبير جدا الفكره ديت وسهل لنا موضوع اللائحه وموضوع صحيح يعني كابتن مختار بيتصل بيك ممكن ترد يا كابتن مختار لا طبعا مهم جدا التواصل كمان وزي ما كنا بنتكلم مهم جدا يعني التواصل ما بين الكابتن ماهر همام كمان والكابتن مختار مع وجود حضرتك الثلاثي ده والمثلث ده مهم جدا لان حضرتك بتعرف من خلال الكابتن مختار ايه الجوانب الفنيه اللي محتاجها الفرقه مش بخلال السنه دي انت بتتكلم على سنتين ثلاثه والمصنع اللي شغال واللي بيدير المصنع من تحت الكابتن ماهر همام لازم طبعا يشتغل من خلال رؤيه حضرتك والمسانده الكبيره جدا اللي انا شايف انها بصراحه يعني ماشيين بشكل كويس على مستوى الدوري كمان حضرتك بتتكلم على المستقبل والهدف ان شاء الله في السنوات القريبه الجايه ان يكون الانتاج الحرمي من ضمن الناس او من ضمن الفرق اللي بتمثل مصر على المستوى الافريقي كمان ان شاء الله والله باذن الله وانا طبعا على يقين ان النجاح ده عمل جماعي وليس عمل فردي طبعا احنا النهارده لما نكون في بدايه الموسم بعد مع الكابتن ماهر والكابتن عادل نعمل استراتيجيه ورؤيه لقاء الناشئين على التوازي مع الكابتن
مختار وكابتن خالد عشان عشان الفريق الاول، وبعد كده رؤيه الكابتن مختار ونظرته لقطاع الناشئين ايه العناصر اللي هيحتاجها وايه المراكز اللي احنا بنركز عليها بحيث بعد كده تبقى دي امداد للفريق الاول. فاعتقد انه النجاح لازم هيبقى منظومه عمل بتشتغل بتناغم وبتفاهم، ده اكيد بيولد في النهايه نجاح باذن الله. يعني لما بنعمل اللي علينا وكله بيساعد في نطاق عمله، اكيد ان شاء الله ربنا هيستنى النجاح باذن الله. سياده اللواء اشرف عامر، شكرا جزيلا ليك رئيس نادي الانتاج الحربي.